اهلا وسهلا بحلقه جديده من برنامج بيت للكل. موضوعنا اليوم عن السياحه وتاثير السياحه على الاقتصاد العالمي، بتساهم ب 7% من التجاره الدوليه، لكن بدنا نتحدث اكثر عن يعني السياحه وخصوصا في الاونه الاخيره. بنعرف كان في تحديات جدا كبيره. اكيد يا ابراهيم، اكيد يا احمد. يعني بلادنا العربيه الساحره، فيها كل ما يمكن ان تناله من الحضارات والثقافات والبيئه المتنوعه والمناخ المتناقض. واذا ما تحدثنا عن فلسطين بشكل خاص، ولو ان شهادتي في فلسطين مجروحه، نتحدث عن انها مليئه بالحضارات، مليئه بالثقافات، هي مهد للأنبياء، وهي أيضا حاضنة الديانات السماوية الثلاث، مما جعلها معبدا تهفو إليه قلوب المؤمنين، وهي أيضا مليئة بتناقضات المناخية. إذا ما تحدثنا عن أخفض بقعة في الأرض إلى الوديان والسهول والصحاري وبعض الأنهار والبحر الميت، نتحدث عن الكثير من الأماكن الساحرة صراحة في كل بلداننا العربية الجميلة، وكيف لا والعراق الأجمل والأكثر جمالاً يا أحمد. شكراً يا ياسمين. أكيد كل بلداننا العربية وخاصة فلسطين اللي إلها المحبة في قلوب العرب، وهي قضيتنا الأهم. وسوف أقول عن العراق عبثاً ما أكتب يا وطني، إحساسي أكبر من لغتي، وشعوري نحوك يتخطى صوتي، يتخطى حنجرتي. عبثاً ما أكتب يا وطني، أتحدث حقيقة عن عمر وتاريخ وحضارة ل 6500 عام من الحضارات الآشورية والأكادية والبابلية والسومرية، مزيج جميل متميز من شمال العراق إلى جنوبه بأماكن أثرية مهمة تحتاج الدعم الحقيقي للاهتمام ببابل، الاهتمام بسومر، الاهتمام بنينوى المدينة الآشورية والحضارة الآشورية الكبيرة، بالإضافة إلى ذي قار المتنزه الجميل. هذه هي مهد للحضارات من بيت النبي إبراهيم وزقورة أور، بالإضافة إلى الأهوار الجميلة والماء العذب في هذه المناطق التي تكون في منطقة الناصرية وفي ميسان الحبيبة، وأيضا إلى شط العرب في بصرتنا الحبيبة، بصرة الطيبة، بالإضافة إلى دجلة والفرات وكل هذه الأماكن، بالإضافة إلى السياحة الدينية الموجودة في محافظاتنا العراقية من الشمال إلى الجنوب. يوجد كنز كبير هي السياحة في العراق لوجود الحضارات اللي مرت عبر الأزمان، خاصة في بلد اكتشف وأنتج الكتابة وحفر بأزاميل النحاتين على جدران كل حائط في كل مدينة في كل بقعة من الأرض العراقية كتاب وتاريخ جديد، وبين هذا التاريخ إلى العالم انطلاقة الحضارات من العراق إلى باقي البلدان. يعني أحمد، من العراق الجميلة وأيضا فلسطين الساحرة، نتحدث عن الأردن، نتحدث عن العديد من المواقع التراثية، نتحدث عن وادي رام، عن العقبة البتراء، إحدى عجائب الدنيا السبعة، بالإضافة لي يعني السياحة التي تشكل 13% من الدخل الناتج الإجمالي في الأردن. نحكي إحنا عن أنواع السياحة المختلفة، السياحة الدينية، السياحة الثقافية، أيضا مهرجان جرش يعني المعروف، وكثير من الفنانين الذين حضروا إلى مسرح مهرجان جرش، أيضا سياحة بيئية، العديد من المحميات، سياحة دينية تتشكل ب يعني سواء كان سياحة لمدينة مادبا، مدينة الفسيفساء، وأيضا نتحدث عن العديد من المقامات التي توجد في الأردن، والعديد العديد من أشكال السياحة التي تؤثر على الاقتصاد. ونحن نتحدث في محورنا الأساسي في حلقة اليوم تأثير السياحة على الاقتصاد العالمي. سوف نتابع الآن تقرير من الأردن مع وزير السياحة نايف الفايز، نتابع هذا التقرير معا ونعود، خليكم معنا. بالأردن نفتخر ونعتز بالتنوع السياحي الموجود والمنتج السياحي المتنوع الكبير اللي موجود في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يأتي له الزوار من كافة أنحاء العالم. ولكن دائما احنا نسعى بأن تكون الدول الشقيقة والدول المجاورة لنا لها النصيب الأكبر،
ولذلك لابد أن نركز على مجموعة من أنماط السياحة. على سبيل المثال نتكلم عن سياحة السياحة التعليمية، هناك مجموعة كبيرة من أهلنا وإخواننا من العراق ومن فلسطين ومن مصر يدرسون في الجامعات الأردنية المتميزة في تخصصات كبيرة وعديدة، وكذلك بنفس الوقت نتكلم عن الأردن الذي امتاز خلال السنوات العديدة بأنه أصبح وجهة علاجية بامتياز، يأتي لها زوار ويأتي لها المرضى من كافة أنحاء العالم، ليس فقط من المنطقة المجاورة ولكن حتى على مستوى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. هناك بعض الزوار الذين يأتوا للعلاج في الأردن لما يمتاز به الأردن من خبرات وكفاءات عالية، وبنفس الوقت المنشآت الطبية المتميزة وبأسعار تمتاز بأنها منافسة عالمياً. طبعا أشقائنا وإخواننا في العراق لهم نصيب ولهم الحق أيضا بأن نكون لهم الدعم دائما، وكذلك أهلنا وإخواننا في فلسطين يعني دائما يأتون للأردن لتلقي العلاج، ودائما نقول لهم بأنهم هم بين أهلهم وإخوانهم في المملكة الأردنية الهاشمية. أذكر بأن هناك سياحة تشاركية أو سياحة مكملة لبعضها البعض، إذا تكلمنا عن السياحة التي تأتي للأردن وتذهب إلى مصر وقد تذهب في بعض الأوقات إلى الأراضي الفلسطينية، هذا نوع من السياحة الذي نسعى لتطويره ونسعى دائما بأن تكون العراق أيضا إضافة نوعية تأتي في المستقبل تكون مكملة لهذا النوع من السياحة التي تأتي من كافة أنحاء العالم للاستمتاع في منطقتنا ونترك الانطباع الأجمل لدى الجميع. أما بالنسبة لسياحة المؤتمرات فالأردن كما قلت المنشآت المختلفة في مناطق مختلفة، مناطق سياحية يأتي لها الزائر للاستمتاع في طبيعتها وفي التنوع التاريخي فيها، أيضا أصبحت مناطق استقطاب لسياحة المؤتمرات. وسياحة المؤتمرات أذكر بأن الملتقى الاقتصادي العالمي الوف المعروف بالوف أو World Economic Forum أصبح له مركز رئيسي في البحر الميت، يأتي من كافة أنحاء العالم لمشاركة في هذا المؤتمر، وكذلك اللقاءات الصغيرة والمتوسطة في المنشآت الفندقية والمنشآت التي تستطيع أن تستقبل الأعداد المختلفة في عمان وفي البحر الميت وفي العقبة وحتى في منطقة البتراء. هناك برامج عديدة الآن نقوم في التركيز عليها، هناك برنامج مشترك بيننا وبين أهلنا في مصر نسعى بأن يكون استقطاب للأهل من مصر لزيارة الأردن، وكذلك لأهلنا في العراق للقدوم إلى الأردن، وأهلنا في فلسطين نحن ندعو الجميع للقدوم إلى بلدهم الثاني بين أهلهم وأخوانهم، ودائما مرحب فيهم في المملكة الأردنية الهاشمية. مهما تحدثنا لنتوقف عند هذا الكم الهائل من السحر والخيال، الرحلة الجميلة لبواطن الأرض والنشأة الأولى لكل هذه الأصالة الحقيقية للعالم. مصر الجميلة التي أرخت سيرتها في قلوبنا وفتحنا لها أعيننا لنطال ما نستطيع من جمالها، كانت ولا زالت أيقونة السياحة والحضارات في الوطن العربي. عندما نتحدث عن السياحة في مصر نتحدث عن 13% من إجمالي الناتج للدخل القومي في مصر سببته السياحة، وكذلك نتحدث عن الحدثين الهامين واللذان يعني ارتبط بهما قلوبنا في الفترة الأخيرة، وهو فتح طريق الكباش وأيضا نقل المومياوات، وهذا إن دل على النهضة الحضارية لمصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل ذلك وأكثر، ومصر وبلادنا العربية بأجمعها من المغرب العربي لوادي النيل للقرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية وفي كل مكان لم تتوقف يوما عن إدهاش العالم لجعلها منبر للسياحة في العالم أجمع، وبخاصة التاريخية والدينية وأيضا العلاجية والثقافية والحضارية. سنتحدث بعد هذا الفاصل مع ضيف حلقتنا الدكتور مجدي صادق، خليكم معنا. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts as we are now landing in Cairo International Airport.
عدنا بعد الفاصل ومستمرين معكم في حلقتنا من بيت للكل، وموضوع حلقتنا لليوم عن القطاع السياحي ودوره الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد وأيضا خلق فرص العمل. يسعدنا أن يرحب بالاستديو والحديث أكثر عن هذا الموضوع عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين واتحاد الغرف التجارية وأيضا عضو غرف شركات السياحة الدكتور مجدي صادق ضيفنا العزيز. اهلا وسهلا. نورت استاذ ابراهيم، نورت مصر. نورنا نورك. نورت يا دكتور. نورت مصر. اهلا. يعني دكتور، بدايه نتحدث عن القطاع السياحي ودوره الفاعل في اقتصاد الدوله في كل الدول محليا وايضا اثره بشكل عالمي. طبيعي ان السياحه من اهم الصناعات التصديريه في جميع الدول التي تعمل على السياحة. نعم. طبعا في دول التفتت للسياحة من سنين، وفي دول التفتت للسياحة قريبا زي دول الخليج التفتت لأهمية السياحة زي دبي وبعض الدول، والسعودية النهاردة بتلتفت بقوة للسياحة لدرجة ان هم مستهدفين 20-30 مليون سائح للسعودية. يعني احنا بنقول يعني مهما كان الدولة غنية ولكن السياحة هامة جدا لاقتصاد اي دولة. يكفي ان احنا نعرف على سبيل المثال ان فرنسا بتدخل من السياحة 94 مليار دولار سنة. نعم. الله، مبلغ رهيب جدا. رقم نعم. عالي جدا. يعني نتحدث عن ان السياحة بامكانها ان تنهض في بلدان ويعني تجعلها في ركب التقدم والحضارة فقط مقابل الثروة التي تدخلها على تلك البلدان. إذا ما استطعنا أن نتحدث عن بلداننا العربية، نتحدث عن الحضارات، عن الثقافات، عن الجمال الساحر للشرق وأيضا للحكايات التاريخية المرسومة على جدران الدول العربية في كل مكان، خاصة لما نتحدث عن بلدان مثل مصر، مثل الأردن، مثل العراق وأيضا فلسطين. ما هي التحديات والمشاكل التي تواجه هذه الدول للحد من السياحة أو تقف عائقاً أمامها وأمام السياحة؟ أنا مبسوط للشعر اللي أنت قلتيه. يعني فعلاً يعني إحنا نستاهل فعلاً هذا الشعر اللي يقال فينا عن مقاومتنا السياحية. والعائق زي ما حضرتك في الآخر قلتي أن إحنا دول نملك مقومات سياحية ولكن لسنا دول سياحية للأسف. فعشان نبقى دول سياحية إذا كان مصر أو الأردن أو فلسطين أو العراق لازم نبقى دول سياحية، بمعنى أن جميع حكومات هذه الدول تأخذ منظومة السياحة كمنظومة أولى وبناء عليه يشتركوا، لأن السياحة مش منظومة واحدة ومش جهاز واحد، لأن جميع أجهزة الدولة بتشترك في السياحة زي ما حضرتك قلت يا أستاذة ياسمين. في طبعا غير إن هو بيجي بيشوف مكان أثري، غير إن هو بيستمتع بالثقافة، غير إن هو بيستمتع بشواطئ عالمية، هيبقى لازم برضو يبقى عنده المطاعم، يبقى عنده الناس اللي بيحتك بيهم، يبقى عنده الثقافة دائما. لو احنا بنتكلم حضارة العراق من أقدم حضارات التاريخ بالحضارة السومرية وحضارة بابل والأثار العراقية القديمة وحضارة النهرين، احنا حتى الحضارة الفرعونية القديمة أو حضارة المصريين القدماء كانوا بيقولوا حضارة النهر المعكوس، كان بالنسبة لهم النهر في العراق معكوس، لأن النهر عندنا نهر النيل طبعاً. العظيم بيأتي من الجنوب إلى الشمال، ولكن نهر العراق كان بيأتي من الشمال إلى الجنوب، فعشان كده أطلقوا عليه النهر المعكوس. وطبعا حضارة عظيمة عندنا الأردن وجمال الأردن، فحضارة عظيمة وأماكن. وبعدين أنتوا عندكم طبعا الأنبياء ومسار الأنبياء، يعني عندكم دفن سيدنا موسى في الأردن. تكلم على فلسطين اللي هتجمع الشرق كله، بتجمع الأديان كلها، بتجمع طبعا مقام سيدنا إبراهيم موجود هناك، المسجد الأقصى الذي صلى به جميع الأنبياء، الأماكن الأثرية اللي موجودة في فلسطين أماكن جميلة ومهولة. دكتور، هذا الحديث اللي تحدث به جميل جدا عن بلدان عريقة، عن فلسطين، عن الأردن، عن مصر، هذه الحضارات القديمة. إذا تحدثنا عن حضارة
بلدي ممكن أقول 6500 عام هي الحضارة السومرية والأكادية والبابلية والآشورية اللي هذه الحضارات الكبيرة امتدت عبر التاريخ، كانت ذي قار مهبط للأنبياء من زقورة أورا التي درجت ضمن لائحة التراث العالمي منذ قديم الزمان وبيت النبي إبراهيم. حتى البابا فرانسيس في زيارة العراق زار أور، كانت هي استقطاب للبابا فرانسيس في العراق. وانت حضرتك ذكرت رقم لفرنسا بمدخولاتها من خلال السياحة، ونحن بلدان غنية بالآثار ولا نمتلك ربع هذا القيمة يعني اللي دخلت. إذا سمحت لي أحمد وإذا سمح لي الدكتور، يعني نحن نمتلك متاحف مفتوحة، صح؟ لا نحتاج إلى جمع الأحجار ولا نحتاج إلى جمع التاريخ ووضعها في غرفة من أربع جدران، نحن لدينا المتاحف الكبيرة. طبعا يعني أنا طبعا هو أثر حديث عظيم جدا أستاذ أحمد وحديث ذو شجون، ولكن أنا لسه كنت هبتدي أتكلم عن مصر طالما ذكرنا آلاف السنين. لما نتكلم عن مصر بنتكلم تكلمنا على الأديان في مقام يعني مقام سيدنا إبراهيم ومدفن سيدنا إبراهيم وفي المدفن بتاع سيدنا موسى وفي بيت سيدنا إبراهيم، عندنا الله سبحانه وتعالى تجلى رب جميع الأديان. وده من المشاريع التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي، والمشروع الأساسي دلوقتي في مصر مشروع التجلي الأعظم بتوجيه رئاسي. ده غير طبعا التاريخ والحضارات طبعاً. حضرتك قلت إن في حضارات آلاف السنين، فعشان كده إحنا مجموعة لازم نقول التسويق. أين التسويق؟ التسويق الذي تنادي به لكي نصبح دول سياحية. يبقى إحنا عشان نسوق ونشتغل صح لازم نعمل مجموعة، نعمل يعني حاجة زي ما نقول اتحاد فيدرالي سياحي بين الله. هذه الدول لازم تهتم بيه جامعة الدول العربية في لجنة سياحة في جامعة الدول العربية، فإحنا بنناشد أحمد أبو الغيث أمين جامعة الدول العربية أن ننشط هذه اللجنة بحيث إن هو إحنا عايزين يا أحمد بيه نبتديها على جزئيتين، جزء داخلي لينا وجزء خارجي للعالم. العالم لما بيشوفنا احنا نشتغل الاول وشوفنا احنا اتشجعنا ان احنا نعمل المنتج السياحي بتاعنا وفتحنا، مش عايز اقول فتحنا الحدود عشان بعض المشاكل او في بعض الاجراءات، ولكن نقول ان لازم يبقى في ترحيب بالمواطن السياحي او المواطن العربي في السياحة البينية بين الدول العربية، زي ما الاجنبي ياخد الفيزا بسهولة والتأشيرة بسهولة لازم يتنقل بسهولة بين دولنا، ونقدر ان احنا ننسق الشعب العراقي يعني محب جدا لمصر وبيجي مصر طبعا. وبيحب الاردن وبيحب فلسطين، كلنا جزء واحد، كلنا جزء صحيح. واحد وكلنا واحد. كيان نعم. واحد وكلنا نجتمع على انبياء كلهم الى سيدنا ابراهيم ينتمون. فعشان كده الاثار عندنا نعم. زي ما هي قالت احنا متحف مفتوح، ده احنا عندنا يمكن العالم ما عندوش الاثار اللي موجوده عندنا صح. يا استاذه والله العظيم ما في حاجه جميله زي يعني مثلا يعني عندكم يعني الطريق الالام، عندكم كنيسه القيامه، عندكم في المهد. فلسطين كنيسه المهد، عندكم حاجات مش موجوده في الكون كله. الصخره نعم. التي نراها من خلفك الان يعني طبعا قبه الصخره. دكتور نحن نتحدث عن السياحة التراثية نوعا ما، ولكن هناك أيضا طرق جديدة للابتكار وخلق فرص بمجال السياحة مثل سياحة التعليمية أو سياحة المؤتمرات لاستقطاب المزيد من السياح. نتحدث عن هذه الجزئية، وهل هناك يعني توجه من قبل الدول نحو هذا النوع من السياحة؟ ما أنا كنت لسه بكمل يا أستاذ إبراهيم وبقول، وإنت بتقول سياحة التجربة كسياحات جديدة، إحنا في سياحات تقليدية، في سياحة دينية، في سياحة مؤتمرات، في سياحة معارض، في أنواع كتير جدا من السياحات، وإنتوا كشباب أو بتطلعوا سياحات جديدة صحيح. زي سياحة التجربة إن يعيش تجربة الآخرين صحيح. ودي موجودة وسياحة طبعا إنتوا أكيد هيبقى عندكوا ابتكارات وهيبقى عندكوا سياحة جديدة، وإنتوا إنتوا نعم. الأمل وإنتوا المستقبل، إنتوا اللي هتطلعوا لنا الجديد، وإنتوا اللي ممكن تحسنوا من الوضع اللي إحنا بنتكلم فيه في التسويق، وبنتكلم فيه إن إحنا لو بقينا وحدة واحدة في تسويقنا وكوننا يعني زي ما نقول لجنة عليا، اللجنة العليا دي ينضم ليها الشركات، والشركات دي تعمل لها بوابة مش أبليكيشن، بوابة سياحية، وكل دولة تدلو بدلوها زي ما حضرتك بتقول وبتتكلم على التنمية الاقتصادية والآخره. السياح الواحد
بيشغل 10. يعني تخيل السائح الواحد اللي بيخش في اي منطقه طبعا. من مناطق الشرق الاوسط احنا عندنا وده احنا دلوقتي هو بنتكلم ايه من الوطن العربي كله حته واحده نعم. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على الاربع دول اللي هم شاهدوا مولد الانبياء وشاهدوا تحركات الانبياء اذا كان مصر الاردن العراق فلسطين. فديت الدول دهيت احنا لو عملنا هذه البرامج وعملنا هذه السياحات وبدانا يعني النادي بالحكومات بتاعتنا ونعلم من شأن السياحة بل بالعكس أنا أتمنى أن حتى كل دولة تبتدي تدرس المناهج السياحية وكيفية المعاملة الأجنبي اللي بيجي البلد كضيف ولازم طبعا هم يبقوا مستفيدين من الضيف عشان يحسوا بالترحيب في وجوده فلازم يبقى فيه تسويق بشكل عالمي أنا استفيد بيك. تخيل مثلا يعني حد نزل عند حضرتك الأردن نزل مطار الأردن مطار عمان نزل راح زار بيترا ممكن انت تزوره من المعابر يروح يزور القدس ويروح يزور العراق وممكن يعدي لي من العقبة أزوره منطقة التجلي الأعظم في سانت كاترين ويجي لي أزوره الأهرام فممكن تبقى فيه يعني السياحة كمان غير التعاون انت بتجيب سائح طويل الأمد. أنا لما نبتدي ننشط هذا المربع بتاعنا السائح بتاع المغرب العربي هيجي لنا والسائح بتاع الخليج هينزل لنا ولما يشوفوا ان احنا بقينا اقوياء بنفسنا الاجنبي هيجي هيجي هو كده كده مركز علينا. صحيح اكيد. انا بدي اخذكم رحله صغيره نحجز لكم تذكره تيجوا فيها لعنا على فلسطين بقعه ارض صغيره اختصرت العالم بجمالها وسحرها وتنوعها وتناقضاتها العديدة ولرغم الاحتلال والخوف والدمار والموت لازلنا كل يوم بنغني عشانها على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض فلسطين جنة الله عليها. دعنا نتابع هذا التقرير وفلسطين كما لم تروها من قبل. تعد فلسطين من الوجهات السياحية المفضلة لملايين الزوار سنوياً لموقعها التاريخي في قلب العالم ولمكانتها الدينية المنفردة مهداً للديانات السماوية. ما يميز فلسطين أنها بلد التنوع والتعدد بلد يحظى بمواقع تاريخية ودينية وثقافية وسياحية وبيئية وطبيعية كثيرة جداً. النمط الرئيسي في السياحة الوافدة لفلسطين حتى اليوم هي السياحة الدينية سواء السياحة الدينية المسيحية أو الإسلامية وهذه الأنماط والبرامج تشمل زيارة المواقع المهمة جدا على البرامج الدينية كقبة الصخرة المشرفة وكنيسة القيامة في القدس كالبلدة القديمة في القدس كمدينة بيت لحم كنيسة المهد الخليل الحرم الإبراهيم الشريف أريحة أقدم بقعة في التاريخ وما تحتويها أريحة من قصر هشام الأموي وجبل قرنطل وتل السلطان وغيرها البحر الميت نابلس بما تحتويه من مكونات وبلدة القديمة الرائعة جدا. كل المحافظات الفلسطينية لها أماكن مدرجة على خارطة السياحة ضمن نمط السياحة الدينية. وصلت السياحة إلى ذروة نشاطها بفضل الاستراتيجية الرسمية بإبراز مكونات الحضارة الفلسطينية لتأتي جائحة كورونا عام 2020 موجهة ضربة قاسية لهذه الجهود وهذا يعني كله توقف فجأة في الخامس من أذار من عام 2020 بوصول أولى موجات الكورونا إلى فلسطين تحديداً إلى بيت لحم التي تعرضت لضربة اقتصادية كبيرة جداً ما زلنا نعاني منها حتى اليوم. فعلاً قطاع السياحة في فلسطين وأسوة بكل العالم كان هو أول القطاعات التي تضررت وهو أكثر القطاعات تضررت وهو آخر القطاعات التي من المتوقع أن تعود لها الحياة مؤخراً. تفتقد السياحة الفلسطينية إلى مقومات الازدهار الذاتي نتيجة ممارسات الاحتلال التي تسعى إلى تزوير التاريخ الفلسطيني وإعاقة حركة السياح ومنع تطوير الأماكن السياحية. بكل تأكيد السياحة هي ساحة أخرى من ساحات الصراع مع الاحتلال.
السياحة هي الساحة التي نثبت من خلالها حقية وجودنا عن هذه الأرض منذ القدم. السياحة هي ساحة نثبت من خلالها قدرتنا على أن نكون دولة ذات سيادة قادرة على تنظيم برامج سياحية وقادرة على استقبال وفود سياحية من كل بقاع العالم. السياحة هي الساحة التي نرسل منها رسالة فلسطين إلى العالم، خاصة أن فلسطين تمتلك أماكن دينية وتاريخية هي مقصد مهم للسياحة، لا يمكن لأي أحد أن يتجاهل زيارتها أو أن يروج من أجل عدم زيارتها. وبالتالي نحن نعمل من خلال الشراكة الكاملة ما بين الوزارة وقطاع السياحة الفلسطيني الخاص لأن تكون السياحة رسالة مهمة، رسالة الشعب الفلسطيني. نعمل من خلالها على التأكيد على القصة والرواية الحقيقية للأماكن الدينية والتاريخية، بعكس ما يحاول الاحتلال بثه من تشويه للواقع من خلال تزوير للحقائق وإعطاء يعني معلومات مضللة عن الأماكن الدينية والتاريخية، وأيضا إعطاء معلومات وتشويه للحقيقة عن طبيعة الشعب الفلسطيني وحقيته في هذا الوجود. رغم المعيقات الاحتلالية وتأثيرات جائحة كورونا، إلا أن السياحة الفلسطينية بدأت في استعادة أنفاسها لتبقى أيدينا مفتوحة على مداد تاريخنا المحتضن للزوار والسياح والباحثين والمحبين. كعرب أينما وجدنا وحيثما كنا لا نزال أطراف متشابكة وأصيلة في كل شيء، حتى في السياحة. دكتور مجدي، نتابع وإياك يعني كيف نعلي من فرصة التنافسية ما بيننا وبين دول الغرب وأوروبا، ونحن كما ذكرنا قبل الفاصل لدينا ما ممكن أن نعتبره مزارا عربيا مفتوحا لجميع العالم. كيف نعلي هذه الفرصة التنافسية فيما بيننا وبين الغرب وأوروبا وغيرها؟ نعلي الفرصة التنافسية بأن احنا نبقى بيت للكل. البيت للكل عنوان البرنامج، هي دي الفرصة التنافسية. لما يبقى بيوتنا بيوت للكل هتبقى في فرصة تنافسية مع الغرب، وهنبتدي نشتغل شغل قوي جدا وينمي اقتصادياتنا الخطيرة زي الاقتصاديات. يعني طبعا احنا بنقول السعودية جزء هام جدا مننا، وبنقول المغرب العربي، وبنقول الوطن العربي ومنطقة الخليج. احنا ياريت السياحة البينية العربية تبقى اهتمامنا الاول، وهذا الاهتمام لما هيكبر اكيد هيبقى عندنا تنافسية. وبعدين هنتكلم على تنافسية ايه؟ وحد ينافسنا في حاجة؟ وحد عنده اللي عندنا؟ ينافسوا ايه؟ هم بينافسوا في اسلوب تقديم طعام، في اسلوب تقديم خدمه، في اسلوب الانتقالات عندهم وسهوله الانتقال. ولكن في الاول وفي الاخر لما يشتاقوا يشوفوا الجذور بيجوا عندنا، جذورهم هم شخصيا. لما يشتاقوا يشوفوا الحضارات اين ولدت، لان احنا الحضاره المصريه ام الحضارات، لان هي علامه الحضارات نحن الاخرى. نقول بدا التاريخ وبدات مصر قبل التاريخ. طيب احنا عايز اقول لك المصطلح ده يا استاذة ياسمين، عشان كتير بيقولوا هذا المصطلح. انا كنت لسه بقول استاذ احمد على الحضارة، اين بدأ الانسان؟ بدأت الحضارة. التاريخ، كلمة تاريخ تأتي من تأريخ، لما الانسان بدأ يؤرخ ويوثق ما يفعل. فالتاريخ بدأ هنا في مصر، لما بدأ الانسان يكتب ويستخدم الحروف اللي هي الطيور، ويستخدم الحروف بتاعته عشان يبدأ يعبر بيها عن القصة. ونفس الوقت ويمكن في نفس التزامن كان عندنا الكتابات المسمارية، أقدم كتابات موجودة في التاريخ مع الكتابة الفرعونية. فعشان كده محدش عنده اللي عندنا. يعني معلش يعني حتة حجر صغير قد كده مكتوب مسماري بيحكي قصة رهيبة جدا جدا عن الحضارة العراقية القديمة والحضارة البابلية وهذا الشعب الراقي المتحضر. لما نبص نلاقي هنا في مصر عندنا الحيطان بتحكي، عندنا كل شيء بيحكي عن الحضارة وعن التاريخ وعن التأريخ وعن ازاي وصلوا لهذا العلم. الأردن لما نيجي نتفرج ناحته الجبل بهذا الجمال، فلسطين اللي في القلب. دكتور، هذا الحديث الممتع كأنما نسرد قصة لتاريخ
مليء بالحضارة والثقافة والعراقة والأصالة. ذكرت حضرتك النقوش اللي موجودة ممكن على جدران الآثار المصرية اللي موجودة، موجودة الأهرامات اللي هي شاخصة وشاهدة إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى في فلسطين المسجد الأقصى وكنيسة المهد وغيرها، حتى الشوارع حتى في الأردن رائحة الحجر إلها عبق من التاريخ والحضارة والإرث. نتحدث عن هذا التاريخ المليء بالحضارة، هذا السرد اللي الجميل حضرتك سردته، ممكن أن نوثق ونسوق نتاجاتنا عن طريق الفن؟ أين دور الفن اليوم في تسويق هذه النتاجات الأثرية والمناطق المهمة للآخر كي تصبح وسيلتين، وسيلة فنية أشغل جانب فني وأشغل جانب نتاجي حتى أسوق عن المناطق السياحية اللي موجودة في بلداننا العربية؟ يا أنت جيت في نقطة يا أستاذ أحمد، مهرجان قرش قد إيه مسوق للأردن؟ المهرجانات الفنية والأحداث الفنية يا أستاذ أحمد، أستاذ ياسمين، أستاذ إبراهيم، الفن هو اللغة الجميلة الذي تدخل في الإنسان داخليا زي المزيكا. المزيكا هي غذاء الروح. لما أجي أتكلم عن الفن اللي أنت حضرتك بتتكلم عليه، روح شوف مدخل الكونجرس عليه الحضارة العراقية، رسم الحضارة العراقية، رسم الحضارة الفرعونية، الملك مينا موحد القطرين، هم عارفين قد إيه إحنا حضارات، عملنا حضارات في العالم. فالفن طبعا وإقامة الفنون معنا مع بعض، مع يعني الدول كلها تجتمع ويبقى في كل، إحنا مجموعة من الدول العربية، لو كل الفنانين العرب اتفقوا يعملوا تنشيط سياحي لكل دولة عربية ويعملوا حفلة سنوية شهرية في دولة على مدار 12 شهر ويبتدوا يشوفوا جميع الدول العربية ويسوقوا ويساعدونا. نقدر نصور المهرجانات جميلة في الأماكن التاريخية، بنقدر نصور يعني الكثير من الأفلام الوثائقية وغيرها والمسلسلات والأفلام يعني الفنية والدرامية في الأماكن الجميلة. بابل توقف الدكتور لو ما حضور النجوم العرب بيها، عادت كتبوا هاشتاك في العراق بغداد تغني 18 عام ما أقيم مهرجان بابل اللي كان مستمر مثل مهرجان جرش بالأردن. صحيح. مهرجان صف عمان وغيرها من المهرجانات. لما نتحدث حتى من خلال السوشيال ميديا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي أصبحت مؤثرة بشكل كبير جدا في مجال السياحة وأيضا في مجال التوعية السياحية، وأيضا نتحدث عن موضوع ومحور جدا مهم، الأمن والأمان السياحي. نحن لا ننكر بأننا في محيط ملتهب نوعا ما في الوطن العربي، ولكن أيضا هناك مجالات أيضا للتوعية وطرح موضوع السياحة في مقدمة المواضيع. ما رأيك بهذا الموضوع بشكل أو بآخر من ناحية الأمن والأمان تحديدا؟ يعني إحنا لو اتكلمنا على الأمن والأمان السياحي، فهو الأمن والأمان السياحي موجود ومتوافر جدا في جميع الدول اللي إحنا بنتكلم عنها، إذا كان العراق ولا الأردن ولا فلسطين. فإحنا كأمن سياحي، الأمن السياحي موجود، ومصر طبعا حط بال قوي مع التحديات اللي احنا بنواجهها، التحديات اللي احنا بنواجهها دي، لان البعض لا يريد اننا ان نقوم، يجب ان نظل عند حال معين لا نعلو ولا ندنو. وده اللي احنا لازم نغيره، وهيتغير بيكم انتم، وهذا اللي اتغير بالسحر اللي قدمه طريق المومياوات ونقل المومياوات وطريق الكباش. للصراحة قد ايه احنا فخورين بيه، قد ايه العالم كله كان بيتصل بينا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدولي، وقد ايه احنا دلوقتي لما بنجي بنتكلم على نقل الملوك، اذا كان بيطلق عليه لفظ مومياوات انما هو موكب ملكي، موكب كان فيه ملوك العصر الحديث، وكان فيه صاحب اول امبراطورية اتكونت في التاريخ تحتمس الثالث، صاحب الآثار العظيمة اللي في العالم كله رمسيس، اللي لما جاء بيوصي ابنه بيقول له إلى أن ينتهي العالم ستظل أثاري قائمة. رمسيس ذات نفسه كان بالنسبة له الهرم أثر، لأن الهرم سنة 2700 قبل الميلاد، 1500 سنة قبل تواجد رمسيس. فعشان كده إحنا كمجموعة نقدر إن إحنا نعمل حاجات كويسة من خلالكم طبعا، إذا كان في دولكم محليا تقدروا تتوجهوا، ونقدر ان احنا نقول للمسؤولين السياحة حياة، السياحة حياة. صحيح. لكل مواطن السياحة
بتنمي السياحة، بتغير في الثقافات، السياحة بتقضي على التطرف. إذا طبعًا. كان حد بيفتكر أن الأمن نتيجة للتطرفات، دي حاجات مزروعة. نحن غير متطرفين وليس هناك عندنا تطرف يا أستاذ إبراهيم. أنت ليس عندك تطرف، فلسطين ليس عندهم تطرف، نعم. العراق ليس عندهم هنا تطرف. هنا دور التوعوي في هذا المجال دكتور، دورنا التوعوي ونقل رسالة واضحة وشفافة نوعا ما. يعني كنا معك الآن وأخذتنا في رحلة وسرد رائع من الماضي والتاريخ، ولكن اسمح لي بأن يعني نكون في فاصل قصير ونعود لنستكمل هذا الحوار. مشاهدينا الأعزاء، نعود لكم بعد الفاصل. عدنا بعد الفاصل ومستمرين معكم دكتور. يعني نعود للحديث ونستكمل الحوار، نتحدث أكثر عن مفهوم السياحة البينية وأيضا كيفية تنفيذ هذا النوع من السياحة على أرض الواقع بين الدول في نوع أو في حالة من التعاون نوعا ما، وأيضا ترويجية بنفس الوقت. أستاذ إبراهيم، ده حاجة عظيمة جدا اللي أنت بتقولها، كيفية التنفيذ، النهاو، هي دي مربط الفرس. هنفضل نتكلم وكل واحد هيتكلم في اتجاه، كان أستاذ أحمد بيفكر في العراق بس، حضرتك بتفكر في الأردن بس، أستاذة ياسمين بتفكر في فلسطين بس، أنا بفكر في مصر. إحنا مفروض يبقى في فكر جمعي ومنظم، وعشان كده أنا قلت بالناشد الدكتور أحمد بيه أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية من خلال لجنة السياحة، إن هم نبتدي نشوف المعوقات بتاعة السياحة البينية، وبعد كده بعد ما نبتدي نزيل هذه المعوقات الروتينية في الانتقال. أصلا أهم حاجة في السياحة إيه؟ الانتقال. بنتقل أجيلك، عشان أنتقل أجيلك لازم تبقى الوسيلة سهلة، وفي نفس الوقت لازم ألاقي تسهيل. بين مصر والأردن مفيش تأشيرة، في وقت من الأوقات كان بيننا وبين العراق مفيش تأشيرة، ونفس الحكاية بيننا وبين فلسطين. مفروض تبقى في منظومة نبتدي نحركها، بحيث ان احنا نقضي اولا على المشاكل اللي موجودة بتاعة الانتقال وسهولته، وفي نفس الوقت هنبتدي نوفر في البيوت العربية ذات نفسها. انا لو انا جيت لك انا في الاردن وما لقيتش فندق، اكيد هلاقي في الاردن ناس هيسكنون في بيوتهم، وفي صحيح. العراق صحيح. وفي فلسطين، وعندنا في مصر نفس الحكاية. أنا لسه كنت في سانت كاترين وجاي من سانت كاترين، هناك في بيت بتاع الشيخ حميد، بيت الشيخ حميد من القبيلة الجبالية اللي هم ماسكين منطقة سانت كاترين بالكامل، بيته ما حدش يعدي غير يخش يأكل فيه، وإذا ما أكلش يزعل. إحنا كده، إحنا عرب، إحنا العرب دول في كرم، وإحنا بننحضر دائما وفي ارتباط وفي أنساب يعني بينا. احنا عندنا قبائل سعودية موجودة هنا في مصر، عندنا قبائل ليبية، عندنا قبائل أردنية، عندنا قبائل فلسطينية هناك، عندهم في فلسطين في عائلات كتير مصرية موجودة وأسماء مصرية موجودة. يبقى احنا لازم نعمل بيت للكل، نخلي هذا البيت للكل، ان يبقى بينا احنا كعرب لنا الأولوية بينا ان احنا ننتقل او نتزاور او نخش بأي وسيلة أنا لا أعلمها، لأن المواضيع دي مواضيع طبعا فيها سياسات بين الدول وبعضها، ولكن نحن نناشد لأن ده مستقبل لي ومستقبل لأولادي ومستقبل ليك، وإن شاء الله يبقى لأولادك وأولادكم جميعا، إن احنا نبتدي من النهاردة ننادي بالسياحة البينية، ونبتدي نعظم من القيمة المضافة للسياحة بيننا، حتى لو بيننا وبين بعض، حتى لو يجي لي عائلات من العراق وعائلات من فلسطين وعائلات من الأردن وعائلات من سوريا وعائلات من الخليج وعائلات من المغرب وعائلات من السعودية، نبقى نقوي ان احنا الشبكة بيننا وبين بعض. واهم حاجة احنا في شهر الحب، شهر فبراير، نرجع نحب بعض ونحب عن فعل ونحب فعلا الخير لبعض. تعرف دكتور، يعني أنت أخذتنا لحالة نوعا ما شعرية وأفلاطونية، خليتنا نسرح معك بكل كلمة أنت حكيتها، ونتذكر بالفعل أنه إحنا شعوب جميلة، جميلة بعاداتها بتقاليدها بروحها بنزعتها للجدعنة، بنزعتها النشمية زي ما بنحكي في الأردن،
ونزعة العز زي ما بنحكي في العراق وفي فلسطين وفي مصر، قديش احنا شعوب كريمة ومعطاءة ومحبة للخير ومحبة لبعض. والواجب بس انه احنا نعلي هذا السقف. كورونا ذكرتنا وكانت أزمة، لكنها ذكرتنا انه احنا كرة أرضية واحدة، ما يصيب اي انسان سيصيب كل الكرة الأرضية في يوم من الأيام. كيف نستغل هذه الأزمة التي أصابت العالم لنعيد كما ذكرت هذه الفرصة إلى الحياة، الفرصة للسياحة، الفرصة لإعادة هذا الشعور الجمعي بالوجود في هذه الكرة الأرضية؟ يا أستاذة ياسمين، إحنا يمكن من يعني الشعوب العربية هي كانت أكثر شعوب تغلب أو مواجهة لهذا الفيروس اللعين اللي هو أدى بحياة الكثيرين. فأنا بقول لحضرتك إحنا بخير قوي، وإحنا مش أفلاطونيين، إحنا بنتكلم على أرض الواقع، لا نتكلم على مدينة أحلام أو مدينة المثالية. نحن من علمنا الكون الحضارات، إذا كانت الحضارة العراقية ولا الحضارة المصرية ولا الحضارة الأردنية ولا الحضارة الفلسطينية، ونحن من علمناهم الحب والسلام والمحبة والوئام وكل هذه المعاني الجميلة، وبنتعلم منهم. فعشان كده عايزين نبتدي نحب بعض أكتر، ونبتدي يعني نسمو إحنا بيننا وبين بعض، بالذات الشباب. ياريت نبدأ من رحلات المدرسية في السياحة العربية البينية، عشان الطلبة وهم بينشأوا وهم بيكبروا يبقى الوطن العربي في القلب، ومحدش يطلع يقول أنا عراقي أنا مصري أنا فلسطيني، لنا نقول أنا عربي. فعشان كده نبتدي من شبابنا يطلع يغير الكون، ويطلع يبقى يساهم في التنمية الاقتصادية، والمليارات تدخل. لأن مهما كان أي اقتصاد قائم، إذا كان اقتصاد أحادي المصدر زي بترول أو زي أي اقتصاد قائم، الاقتصاد الذي لا ينتهي وأقوى اقتصاد في العالم هو اقتصاد السياحي. الاقتصاد السياحي بيبيع منتج البلد وبيعمل تبادل في الثقافات والحضارات، وهم مستنيننا كل دول أوروبا، ويعشقونا ونعشقهم ويحبونا ونحبهم. بس لازم نوريهم ان احنا ايد واحده. هم عملوا دول الاتحاد الاوروبي، ما نعمل دول الاتحاد العربي في السياحه على الاقل. يا ريت هذه الرساله دكتور توصل لكل بلداننا العربيه، واكيد المحبه واحده واللغه العربيه واحده والمصير العربي المشترك الواحد. استسمحكم دقائق بسيطه، راح اخذكم الى بلدكم العراق، ما اقول بلد العراق لان هو بلد الاخوه المصريين والاخوه الاردنيين والفلسطينيين، وكل بلداننا العربيه تتشرف بكم بوجودكم بالعراق. راح نتابع تقرير من العراق يحتوي على جنوب القلب، ممكن بصرتنا الفيحاء وشط العرب ودجلة والفرات، وعلى أوتار القيثار السومرية والألواح الطينية والختوم السومرية. إذن نتابع مشاهدينا تقرير من العراق الحبيب، وبعدها نكون متواصلين. بين واقع هش ومتوقع غامض، السياحة العراقية تفاقمت معاناتها مع ظهور فيروس كورونا. فسنوات وهي تعاني الإهمال وغياب الاهتمام بمرافقها ومواقعها الأثرية. فالسياحة تعد في كثير من البلدان موردا اقتصاديا يوازي الموارد الأخرى، لكنها في البلاد لا تزال تبحث عمن يدعمها ويؤمن لها متطلبات النجاح. توجد دول دعمت القطاع السياحي في بلدانها، دعمتها من حيث رفع الضرائب، من حيث إيجاد قروض ميسرة، لكن في العراق لا الحقيقة لا نجد هذا الدعم من قبل الحكومة، قبل الدولة برمتها. لا زالت الضرائب موجودة تفرض على الشركات وتفرض على الفنادق، لم نرى أي مساعدة من قبل الدولة تجاه القطاع السياحي برمته. المنشآت الفندقية بحسب القائمين عليها سجلت خلال الأشهر القليلة الماضية تحسناً نسبياً في عدد الوافدين، لا سيما الأجانب القادمون لزيارة المواقع الأثرية التي تزخر بها بلاد الرافدين، مع التزامها بالإجراءات الوقائية التي تشدد عليها وزارة الصحة لمواجهة الفيروس.
احنا طبقناها الاجراءات الوقائيه 100% حسب التوجيهات الصادره من وزاره الصحه، لكن هذه اثرت علينا، هذه اثرت في كثير من الدول غير ملتزمه بهذا الشيء يعني، وكثير من الدول الاوروبيه اصلا رفعت هذه الوقاءات اللي كانوا مخلينها، ان كانت على السفر او ان كانت بالمرافق السياحيه، النسبه كبيره جدا بالعراق، لانه دمرت العراق من المرافق السياحيه الموجوده بالعراق من وراء جائحه الكورونا، كلها معطله لانه الشخص يخاف، خايف على روحه. وكبد فيروس كوفيد-19 ومتحوراته قطاع السياحة خسائر تقدر بملايين الدولارات، فاللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية هي السبيل الوحيد لتقليل وتعويض هذه الخسائر التي كانت كبيرة على الدول المعتمدة على هذا القطاع. لبرنامج بيت الكل، حسن الفواز، بغداد. رجعنا مشاهدينا من هذا التقرير من بلاد الرافدين، ونكمل الحديث اللي كله شجون وكلمات مليئة بالأحاسيس والمشاعر والوجدان العربي المشترك. دكتور، من خلال هذا التقرير، كل بلدان بها سياحة وبها مناطق أثرية، لكن نجد بعض العقبات، والعقبة الكبيرة ممكن تواجهها ياسمين في بلدها في فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي اللي موجود في فلسطين، أماكن جميلة خلابة بالسحر ورائحة فلسطين، طيبة الأرض وأهلها، رائحة القمح وكل الأشياء اللي موجودة بيها. شلون ممكن إحنا كشعوب عربية نتجاوز العقبات، إن كانت من أصعب عقبة في فلسطين إلى أبسط العقبات اللي موجودة في بلداننا، ممكن تصاريح دخول، إجراءات، بعض الإجراءات اللي تعتبر هي متعبة للسائح عندما يزور البلدان العربية. أنا عايز أقول لك يا أستاذ أحمد، أنت قلت ورتنا حاجة جميلة. أنا زرت العراق كتير، مرتين ثلاثة، تخيل يعني لما بطلع من العراق بعديها بشوية أحس نفسي أرجع لها تاني، مش عارف ليه. البصرة على الشط ومطاعم الكباب والقعدات الجميلة، سمك المسجوق حاجات يعني مش عارف، إحساس جميل رهيب وإحساس حلو. فعشان كده أنا بقول لك كل حاجة أنا شفتها جميلة، وأنا يعني أنا كل حتة في الوطن العربي جميلة وتستاهل مننا نبقى موجودين. صحيح. وأنا مش عايز أخش في نقاشات سياسية، لأن احنا بنتكلم أساسا على وحدتنا كعرب وعلى السياحة أيا كان، إذا كان التحرك هيبقى في فلسطين، هيبقى تحرك في الأردن، هيبقى تحرك في العراق، أكيد أنا عشان كده بناشد إن يبقى فيه جواز سياحي عربي، سياحي عربي، كل دولة لها جوازها، ولكن يا ريت يبقى فيه جواز سياحي عربي نقدر نمر بيه، أو حتى نقدر نتحرك فيه. إذا كان النهاردة بنشكو من بعض العقبات ولكن هي هتزول، يعني أنا لو رحت له الأردن وعايز أعدي، أو أي خليجي راح له الأردن وعايز يعدي هناك، يروح يزور القدس، يطلع المقدسات، يصلي في قبة الصخرة وفي بيت المقدس، ويشوف المكان، يروح على بيت لحم، وبيت لحم كنيسة أين المهد، أين ولد السيد المسيح اللي جه هنا في مصر ومصر أمنته، ما هو المسيح اتولد هناك وجه مصر ومر هنا في المسار، سيدنا إبراهيم راح السعودية وراح العراق وراح الأردن، المراقد اللي موجودة وراح في كربلاء والنجف وبغداد، وهو أصلا من العراق، هو أصلا من عندكم طبعاً، سيدنا إبراهيم طبعاً. يعني أجمل ما في هذا الحديث أنه يرينا فلسطين بالاحتلال حرة وجميلة. نعم، هو إن شاء الله يتحقق بالنهاية. نعم، وهو أمر يعني يمكن أن يكون حقيقة، وهذا أملنا جميعا. يعني نتحدث دكتور عن نقطة مهمة ذكرتها خلال حديثك، وهو التثقيف والتعليم لأبنائنا. نتحدث عن المناهج، أو من خلال مثلا محاضرات توعوية، الجيل القادم هو الأساس دائما وهو المستقبل. ما أهمية هذا وانعكاسه على التراث وعلى التقاليد وعلى العادات، وكيفية تربية جيل ناشئ واعي وفاهم لحضارته وتاريخه؟ احنا المنظومة عندنا منظومة محتاجة تطوير، ولازم الجيل اللي جاي احنا هنقدم له ايه؟ انت لازم تعرف انت هتقدم له ايه؟ استاذ ياسمين هتقدم له ايه؟ استاذ احمد هتقدم له ايه؟ احنا بنقدم له ايه؟ هذا الجيل لازم ان احنا الاول نزيل الشوائب التي رصبت بداخله من خلال الانتقال بيننا وبين الاردن، وبيننا وبين الدول العربية. لازم نقول احنا كيان واحد،
احنا وطن واحد يجمعنا ديانة ربانية وكتب منزلة، ثلاث كتب منزلة من عند الله. فعشان كده الشباب الجديد والشباب الجميل عايزين نقدم له الطريق اللي يمشي عليه. احنا عندنا هنا في مصر الحمد لله الرئيس بتاعنا السيسي حطينا على الطريق الصحيح، وبدأنا نمشي خطواتنا الحمد لله. وياريت كلنا، وهو مهتم جدا بالعلاقات العربية ومهتم جدا بإزالة جميع العوائق اللي أحمد بيه بيتكلم عنها، وإن شاء الله تزال، وهتزال عن طريق أولادنا، إما بالمعاهدات وإما بالاتفاق وإما بكل شيء جميل، لأن بالوعي. إحنا دائما شعوب تنادي بالسلام، والوعي موجود، والوعي العربي موجود، وكلنا نعي يا رب. كلام عن فلسطين، فلسطين في القلب، حد يقدر يقول فلسطين مش في القلب؟ لا نهائيا، هذا المتفق. الدكتور دائما يقول لك لا تخاف من بلد بعمق حضاري، الحضارة البلد بيها حضارة، لا تخاف من عدها، لازم تشرق الشمس وإن شاء الله تشرق على فلسطين، ونحن لا نخاف لأننا في وسط الوطن العربي. أنا أريد أن أشكرك كل الشكر دكتور مجدي لتواجدك معنا في هذه الحلقة، هذه الحلقة التي ذكرتنا وتذكرنا على الدوام بأننا بلاد عريقة، بلاد أصيلة، بتراء واحدة في الأردن، هرم واحد في مصر، وبابل واحدة في العراق، وقدس واحدة في فلسطين ولفلسطين. تحية عظيمة لبلادنا العربية العتيقة والأصيلة والعريقة، تحية محبة وسلام لبيت للكل، بيتنا العربي الموحد. في أمان الله.